تحت رعاية السيد انتصار السيسي، اعتمدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2022، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة. تعد تلك الجائزة الأولى من نوعها في مصر، وقد انطلقت في شهر فبراير من عام 2021 بهدف النهوض بالفنون والآداب، ويتم منح هذه الجائزة سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما. كان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير، بناء على المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء، ويأتي في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون. طبعا هو فكرة الجائزة من البداية الحقيقة يعني كانت مدروسة بشكل كبير جدا، لأن كلنا نعي كم المواهب الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية. مصر بتنبض دايما الحقيقة بمواهب عظيمة جدا في مجالات متعددة. الدورة الثانية للمبدع الصغير اللي أعلنتها معالي الوزيرة الآن بتؤكد أنه في حرص على استمرار دعم الموهوبين والمبدعين. مصر أول دولة في محيطها العربي والإقليمي بتخصص جائزة بتحمل اسمها للأطفال من سن 5 لسن 18 سنة.